دكتور عمرو، قبل ما نبدأ، حاضر، من فضلك احنا عاملين اليوم ده للمصريين وللدولة المصرية عشان نلقي الضوء على أهمية الموضوع ده ومستقبل مصر ومستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا، وبالتالي من فضلك خد راحتك وبالراحة عشان الناس تعرف. احنا كنا ممكن نعمل التخرج بتاع المجموعة اللي احنا عاملينها النهاردة دي ولا حد يسمع عننا حاجة، مش كده؟ صح. لكن احنا عملنا ده عشان نقول للناس إذا كنتوا بتتكلموا في التعليم وعايزين تعرفوا التعليم اللي ممكن يبقى ليه فرصة حقيقية لبناتنا وأبنائنا في العمل، اللي احنا بنتكلم عليه ده واللي هتسمعوه النهاردة اليوم ده كله موجود عشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد، سواء كان في التعليم كتعليم أو في المبادرات اللي هيتم طرحها، مش كده؟ تمام. أو المطروحة يعني واللي هنلقي الضوء عليها، أو حتى اللي ممكن يتعمل عشان ندي فرصة حقيقية للموضوع. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلت ان احنا لما عملنا مسابقة طلع 111، مش كده؟ انا بفكركم بالموضوع، وساعتها قابلني الدكتور خالد وزير التعليم وقال لي الرقم ده احنا لو عملنا مسابقة زي كده هنجيب عدد اكتر من كده، مش كده يا فندم؟ مش كده يا دكتور؟ وانا بقول الكلام ده يا ريت والله يا خالد، انا اتمنى ان احنا، وانا بقول لكم للمصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، والله العظيم لو اتوجد 100,000 دارس عندهم المقاومات دي لاصرف عليهم 10-12 مليار جنيه في تعليمهم، انا بقسم بالله، هاتوا 100,000. فانت لو سمحت يا دكتور عمرو على مهلك. حاضر يا فندم. فهمني وفهمهم، انا فاهم. حاضر يا فندم. بس فهمهم. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم.